أوديولابي، شارك المعرفة. هل تريد أن تغير روتينك اليومي لتصبح ناجحاً؟ يرتبط نجاحك بإظهار الحب لنفسك ولمن هم حولك. إليك العادات الصباحية التي عليك إضافتها إلى روتينك اليومي. أولاً، الماء. يقضي كأس الماء الصباحي على العطش خلال اليوم، ويوقد الجهاز الهضمي ويساعد على التمثيل الغذائي بالجسم. ثانياً، 5 دقائق من الحب. قضي 5 دقائق الأولى من يومك مع من تحب. أظهر لعائلتك حبك لهم بعناق أو قبلة. إظهار الحب لا يتطلب الكثير من المجهود منك. ثالثاً، فطور الصباح مع التركيز الذهني الكامل. لا يعني التركيز الذهني على مشاهدة البرامج التلفزية أو استعمال الهاتف، بل مطالعة كتاب، وهذا غير صحي لأنه يسمى تعدد المهام. عليك أن تركز على شيء واحد ولا تعتبر القيام بالعديد من المهام في وقت واحد أمراً جيداً. أثبتت الأبحاث أن الدماغ البشري غير قادر على القيام بالعديد من المهام في نفس الوقت، ولكن يقوم بتغيير تركيزه من مهمة لأخرى بشكل سريع، مما يؤثر على التبديل العصبي الحيوي. التبديل من مهمة لأخرى يجعل تجاوب الدماغ ضعيفاً ويستغرق مدة أطول ويرتفع معدل الأخطاء. التركيز وقت الأكل يعني التركيز على الأكل فقط. تعمق في التركيز على الطعم والرائحة والشكل والتركيبة وصوت القرمشة وأنت تمضغ أكلك. ستشعر بالشبع سريعاً عوضاً عن الأكل مع القيام بمهمة أخرى تشتتك. رابعاً، سودوكو. أعلم أن لعب السودوكو ليس المهمة المثلى في الصباح، لكن لعب السودوكو يعزز الذاكرة ويطور من التفكير المنطقي، يحفز الدماغ ويمنع الإصابة بالزهايمر. يرفع السودوكو من قدرة تركيزك ويجعلك تتعلم بسرعة. خامساً، الكتابة. الطريقة الأولى وهي كتابة كل ما يخطر ببالك وما تشعر به، وأفكار حول ما تريد أن تتركه كما هو وما تريد تغييره. الطريقة الثانية وهي الامتنان. دون كل ما تشعر بالامتنان لامتلاكه أو لما أنت عليه أو لما غير حياتك للأفضل. يبعدك الامتنان عن السقوط في الاكتئاب ويجعلك تقدر ما تملكه. يحفزك أيضاً على الرغبة في التحسن والتطور. سادساً، القراءة. طالع 4 صفحات من كتاب عن تطوير الذات والثقة بالنفس، وتجنب الروايات في الصباح، لأنه عليك أن تركز على واقعك في الصباح لا على الخيال الذي يشتت تركيزك على ما تعيشه في الحاضر. سابعاً، العمل على تحقيق حلمك. تجاوز حدودك واخرج من منطقة راحتك، واعمل بنصيحة الكاتب روبن تشارما والعمل بقاعدة 90-90-1، وخصص 90 دقيقة الأولى من 90 يوم عمل القادمة على الهدف الأسمى والوحيد، مشروع أو عمل أو دراسة، والتي ستقودك للنجاح.